نعم، هل هي عملية استباقية مثلا، ويعني تحاول إسرائيل ردع حزب الله من أن يشن أي هجوم قد يكون هجوم شامل على إسرائيل؟ نوع من الارهاب، يعني نوع من الارهاب، انه يعني ها حتى اجهزه التمسط، حتى اجهزه الاتصالات اللي عندكم اللي بتحكوا فيها العاديه بنستطيع انه نقتلكم من خلالها، انه ديروا بالكم. ها محاوله، هي محاوله انه ترهيب الحزب من انه يعمل اي عمليه، سواء طلعوا قصف وضربوا انه حزب الله ما يرد مثلا او ما ولكن يرد. يعني سيد خلف، يعني عذرا على هذا السؤال، هل نعم هناك لا يزال هناك أي أحد لا يعلم بأن جميع هذه الأجهزة الإلكترونية مخترقة، أم أن يعني هذا موضوع لا زال معقد؟ لا أعلم بصراحة كيف صعب. يفكر الأشخاص. ألم يتوقع برأيك حزب الله أن تقوم إسرائيل بعملية كهذا؟ هي ليست بالضرورة تكون مخترقة، ربما تقنية معينة اللي يعني مش بالضرورة تكون مخترقة كاختراق يعني يعني فيروس أو شيء. بحسب أخبار وردت لبنانية بأن هذه الأجهزة كانت مفخخة من قبل أشهر، يعني هذه الأجهزة أصلاً هي حديثة الشراء ودخلت يعني حديثاً إلى لبنان، فبالتالي هي مفخخة وليس الأمر هو اختراق رقمي. لا صعب، صعب بالنسبة لي، كان شخص، كان إنسان مواطن يعني أتابع الأخبار، صعب، خصوصا أنه الحدث قريب، يعني الحدث يوم أمس. التحقيقات، إذا بتصير تحقيقات، يمكن إحنا بنستبق الأمور قبل ما يعني عمالنا بنتكهن تكهنات، هي مجرد نعم مهما نعم إيش ما قلنا راح تكون مجرد تكهنات على كل أكيد حال. ولكن هو في لا 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 يوجد شيء مستبعد، يعني كل الخيارات، كل الأشياء، النتائج الممكن نتوقعها يعني على الطاولة، ممكن تكون مخترقة، ممكن تكون مفخخة، ممكن، تمام، يعني هذا شيء أكيد، يعني شيء استباقيا نتكلم عن موضوع أجهزة في أقمار صناعية، ربما بصير من خلال أمواج معينة على هذه الأجهزة. شركة موتورولا، كأنه موتورولا كأنه اسمها اللي فيها البطاريات أو إلى نحوه، فصعب، إحنا كله راح يكون مجرد تكهنات، صعب.